جنو توكس. أهلا بكم متابعي جنوتوكس. في هذا المقطع سنتعرف على كيفية إضافة المصحح الإملائي إلى ليبر أوفيس. أولا سنفتح رايتر. أولا سأقوم بكتابة بعض الكلمات وأتعمد الخطأ فيها، مثلا نشرة. جملة. كتاب. وبعض الجمل في هذا الشكل، لكن كما تلاحظون فالمحرر أو البرنامج الرايتر لا يصحح لك ولا ينبهك إلى كلمات خاطئة. كل ما علينا فعله هو أن نأتي إلى Tools ثم إلى Extension Manager. من هنا هذه خاصة بالإضافات، نأتي إلى Get More Extension Online، يحيلنا مباشرة إلى الموقع. هنا تجد مجموعة من الإضافات، نحن نبحث عن المصحح، نكتب هنا Arabic ثم نختار Arabic Spell Checker، نختار Download، يتم تحميله. بعد انتهاء التحميل نعود إلى Writer ثم نختار Add. سنبحث عن مكان تحميل الملف، أنا موجود عندي في Recent أي آخر العمليات، ثم Open ثم Close. ينبهك إلى إعادة تشغيل البرنامج لتعمل معك الإضافة. أعيد فتح رايتر مرة أخرى ثم ألصق تلك الكلمات، مثلا هذه كلمة صحيحة ممكن أثرت كتاب. هنا يعطيك خط أحمر رفيع، تضغط عليه بزر الشعر الأيمن يعطيك مجموعة من الخيارات، كتابة، كتاب، نختار كتاب. إن كتبنا أي شيء في مرحلة من حياتي الإنسان يعطينا هنا خطأين، مثلا الإنسان هذا تصحيح ثم مرحلة هذا تصحيح، هنا أيضا خطأ، هنا يجب أن تكون تاء مربوط. لكن على العموم فالأداة أو الإضافة هي مفيدة جدا لتصحيح وتنبيهك إلى مجموعة من الأخطاء الإملائية في النصوص التي تكتبها أو تدونها أو تحتفظ بها على محرر النصوص لديك. كان هذا كل ما في الأمر، شكرا لكم وإلى اللقاء.